مش كده؟ ده في الاتجاه المعاكس مش كده؟ طيب احنا بنقول ستاتيك. لو قلنا دايناميك يبقى مجموع الفورسز بيساوي الماس في الاكسلريشن. بس احنا اشتغلنا هنا، يمكن انا ما كتبتش هنا سوري، بس قلت هيدروستاتيك ايكويشن. بدل ما ظهرت كلمه ستاتيك يبقى انا بتكلم على ستاتيك ايكوليبريم. ستاتيك ايكوليبريم يعني مجموع الفورسز بصفر، مجموع المومنتس بصفر. دايناميك ايكوليبريم يبقى مجموع الفورسز بيساوي الماس. طيب فك انفجر الماس، هنشيله ونحط رو دي اكس دي واي دي دي اتش، رو دي اكس دي واي دي اتش في جي زائد فك، يبقى دي واي دي اكس في بي و دي واي دي اكس في دي بي. بيساوي بي دي واي دي اكس. حد عنده اعتراض؟ نعم. انهي خطوه دي مالها بقى؟ دي ايكوليبريم، equation of equilibrium، equilibrium of forces في ال vertical direction. اوكي؟ قلنا الفورسز في الاتجاه اللي تحت عبارة عن الويت والبريشر اللي من فوق. لازم ده يساوي البريشر اللي من الناحية التانية، وأي فورس ثانية ما عندناش. الحمد لله. الحمد لله. اوكي؟ صح كده؟ طيب بعد ما فكينا تعال نبص على التيرمز، هنلاقي الناحيه دي بي دي واي دي اكس، وهنا بي دي واي دي اكس، يطيروا مع بعض بالماينس مش بالديفيجن مش كده؟ ده يطير مع ده. حلو حلو. الخطوه اللي بعديها اقسم لي المعادله كلها على الفوليوم دي اكس دي واي دي اتش. ينفع؟ طيب هيطلع لي ايه؟ دي اكس دي واي دي اتش هتطير مع دي اكس دي واي دي اتش في الترم ده. dx dy dh by definition is not zero، فاقدر اقسم عليها. مظبوط؟ هيفضل رو جي. يبقى ده اول تيرم رو جي. الترم الثاني dy dx هتروح مع dy dx. خلاص؟ هيفضل dp على dh، يبقى plus dp over dh equals zero. This is what we call the hydrostatic equation. Hydrostatic equation اللي قدامنا دي بتقول ايه؟ في relation ما بين rate of change of pressure with height. أو اللي يهمنا كلمة height يهمنا أحسن منها ايه؟ صح كده؟ مع ايه؟ مع الجرافيتي والدنسيتي. تعال نحطها في صوره اقرب الى الديفرنشال ايكويشنز. كلمه ديفرنشال ايكويشنز دي كلمه وحشه قوي، ها؟ سمعتوها قبل كده؟ للاسف هتسمعوها كتير. حياتنا ديفرنشال ايكويشنز. خلاص؟
حياتنا احنا باي تشويس، احنا اخترنا اختيار الخطأ في الحياة وهو ان احنا نبقى مهندسين، اوكي، وتبعاته انك هتعيش بالديفرنشال ايكويشنز بقية حياتك. خلاص سلا في اتفضل. نعم لا انا قلت rate of change with خلاص تاني تايم ريت بقى سميها rate of change with time، بس rate of change هي دي something by دي another thing. اوكي البريشر مش عارفين، بس طلع لك ايه؟ ان الريت اوف تشينج اوف بريشر وذ التيتيود از نيجاتيف. ايه اللي خلاني ان انا بقول انه نيجاتيف؟ الدنسيتي باي ديفينيشن از بوزيتيف، صح؟ الجي بسبب اختياري للدايركشن بوزيتيف، صح؟ يبقى هيطلع لي ان الدي بي باي دي اتش دايما نيجاتيف. That is to say, and as you rise away from Earth, the pressure لازم يقل. تاني فين الفيزيكس اللي في المسألة؟ المعادلة دي قالت لنا حاجة احنا اوريدي عارفينها، بس قالتها لنا بصورة بقت بالنسبة لنا so clear. كل ما هترتفع عن سطح الأرض البريشر هيقل whether you like it or not. يعني ايه مش ثابت؟ ال الروح هتتغير. الروح هتتغير given رو and g، تقدر تجيب الريت اوف تشينج ولا لا؟ نعم مش سامع. معلش علي صوتك علشان انا ما بسمعش كويس. الروح هتتغير ازاي؟ الدنسي بتاعت الهواء هتتغير ازاي؟ نعم مين لا في الجازز الدنسي مش ثابته. طب لو البريشر بيتغير والتمبريتشر ثابته الدنسي هتفضل ثابته؟ سوري ده بيقول ايه؟ ثبت واحد وغير التاني التالت لازم يتغير معاه، صح؟ ثبت اتنين يبقى التالت ثابت غصب عنك، صح ولا غلط؟ ده اليونيفرسال جاز لو از ابلايد تو اير، عشان الار هنا بتاعت الاير، لكن ذس از ا جاز لو. ولما بنقول لو غير ثيري، اوكي؟ نعم. كان الايه؟ فين الكومبوننتس هنا؟ فين ار هنا؟ ار هي اللي بتقول لك على على مكونات الجاز. فين ار هنا؟ انت شايف ار؟ الدنسيتي انا قلت بتوصف ايه؟ كميه الماتر بير يونت فوليوم، ماس بير يونت فوليوم. theoretically speaking it can. ساعتها لو الجي ثابتة، اوكي الجي ثابتة والرو ثابتة، يبقى معدل تغير الضغط ثابت، مش الضغط هو اللي ثابت. انتجريت، واحنا هنانتجريت دلوقتي. خلاص لو جيت انتجريت هيطلع لك ده ثابت
لما تنتجريت السبب بيطلع لك ايه؟ بيطلع لك لينير مش كده؟ يبقى هيبقى البريشر لينير مع الهاي في حالة ثبات الدنسيتي، يبقى ستيل البريشر بيتغير. ولو الجي مش ثابتة، العلاقة دي يونيفرسال، العلاقة اللي انت شايفها دي ما قالتش غير اسامبشن واحد بس، ان كتلة الماس دي ما بتتحركش، عشان كده سميناها الهايدروستاتيك ستاتيك ايكويشن. ده الاسامبشن الوحيد اللي عملناه. في اسامبشن ثانية عملناها ايه؟ لا ده مش اسامبشن، ده بيزكس اوف درايفنج الايكويشنز. ما هو انت لو جاست سكند، لو انا كانت المعادلات بتاعتي طلعت لي ان دي بي بصفر، كان ده معناه ان البريشر مش هيتغير. طلعته لي نيجاتيف يبقى البريشر بيقل، طلعتها لي بوزيتيف يبقى البريشر بيزيد. اوكي، بس ساعتها ده معناها ان انا افترضت ان البريشر بيقل من الاول. ليه؟ لان انا حطيت هنا بي بلس دي بي وقلت ان فوق بقى بي بس، يبقى الهواء، يبقى الضغط قل ولا لا؟ اوكي.